المغربي فرصة للثالث فرصة للثالث فرصة للثالث ضاع الثالث على المنتخب المغربي عدد من جديد للمنتخب المغربي أكو خد فرصة يا ولد يا ولد يا ولد يا المصرار المصرار يأتي بالثالث الآن هاتريك المصرار المصرار أتى بالخبر السار وسجل المرة الثالثة في هذه المباراة هدف رابع للمصرار في المونديال حتى الآن هنا المصرار في الأرض الخياري وانتهت المباراة والمنتخب المغربي إلى الدور ربع النهائي لمونديال الصلاة مليون مبروك لسود Double kill.